تم الأربعين قبل عشرين يوما. الحكم يحاول المولونيا داخل منطقة الجزاء، يحاول هنا أرناوتو تعود مرة أخرى وتسديدة إيطالية. هي طبعا أكثر أندية إيطالية فازت في ألقاب أوروبية هي ميلان وإنتر ويوفي، وخطأ لصالح زلاتان يوم غد في روما. هذه كرة عالية خطيرة يقطع الدفاع إيطالية بارتداء قميص نادي روما كلاعب تقريبا. الحارس الفرنسي اللي يحتاج إلى شهرين عمل عملية في يده. تنفذ عالية وكرة بالرأس، كرة بالرأس. الحكم هنا داخل منطقة الستة لم يحتسب أي خطأ، وهذا اللاعب اللي تحدثنا عنه قبل قليل لاعب جديد على الكرة الإيطالية، وها هو مرمى، ولكن لسه الخطورة قائمة. ورافائيل ليو، وماذا تفعل يا برتغالي رافائيل ليو؟ وكأنه أراد أن يرد على الخطأ بخطأ آخر، خطأ سكوروبسي. بالو توري، وهذه محاولة ليو 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 ليو. ما هذا ليو؟ يا روعة يا برتغالي، ما هذا الهدف؟ ما هذا الذكاء؟ ما سرعة البديهة هذه؟ روعة 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 الهدف. مش معقول كيف تمت عملية المباغتة وعملية الدم بمرمى لاتسيو. هذا الهدف الرائع، أو هذا الهدف. يرسل كرة طويلة، يحاول، وما هذا الخطأ؟ ما هذا الخطأ الذي يكلف صاحبه؟ الله، المصائب لا تأتي فرادى، المصائب عند بولونيا لا تأتي فرادى. الحكم باول زلاتان يتقدم ويلعبها قوية، يلعبها أرضية قوية 86، وكرة عالية داخل منطقة الجزاء، فيها خطورة، لكن يقطع الدفاع، والحكم يقول أن هناك تسلل على الميلان. خطيرة الكرات العالية هذه، وزلاتان بالرأس لكنها ليست بالقوة الكافية، ليست بالقوة. طويل زلاتان يستطيع أن يرتقي. حلوة 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 التمريرة، قد تؤدي الانفراد والتسديد المتسرع، التسديد المتسرع كان من اللاعب اللي انفرد من جهة اليسار، يحاول النمساوي ولكن رأسية ضعيفة، وفاول على أرناوتوفيتش، فاول على أرناوتوفيتش الذي يبدو طبعا متوترا بسبب هذه الصافرة، حتى الجماهير توتر. وكرة بينية حلوة جميلة كفكرة، جميلة جميلة كفكرة، ولكن أرناوتوفيتش كثرة اعتراضاته تؤدي إلى إنذاره. معروف عنه أرناوتوفيتش عصبي ترتال، وفيها خطورة. الثاني من القائد كالابريا يسجل بعد متابعة رائعة ولا أحلى. الهدف الثاني للميلان. الروسينيرو الذي يلعب بالبيانكو، هذا اللي حاليا يحرس مرمى باريس سان جيرمان. وكرة داخل منطقة الجزاء، وكالابريا مرور الكرة العرضية توقف، وهذه محاولة، والحكم يقول خطأ لصالح الفريق المدافع، خطأ للميلان. وكل صافرة من فرسيات اللاعب البلجيكي. كرة على القائم وحارس المرمى، تجود على الدكة ابن باولو دانيال مالديني، والهدف. دومينغيز يسجل بمرمى تاتا روجانو من الركنية، يخلص الفارق اللاعب الأرجنتيني. هذه عودة ممتازة بالنسبة لبولونيا، 10 أفراد، يعني حيكون إنجاز للمدرب وللاعبين. حيسدد، لا رفعها بعيدة. ما أتوقع مع انقضاء ساعة، والتعادل. بولونيا بعشرة يتعادل. ما هذا الشوط؟ ما هذه البداية؟ ما الذي حصل في هذا؟ في أول ربع ساعة من الشوط الثاني مع ليفربول، ثم الخصدو بالو توري يتقدم، يعكس كرة خطيرة، تبحث عن زلاتان، ولكنها تجد سكوروبسكي. بينما ما الذي يحصل مع اللاعب سوريانو برا. يا خسارة بولونيا اللي حكم المباراة بتسعة. مش معقول. روبرتو سوريانو، الفاول ينفذ، لا يستغل في المباراة. ما زالت هناك نصف ساعة مباراة. مش معقول. باولو فاليري وكأنه يدير واحدة من أصعب مبارياته. لعب سابقا مع نادي إكسليسيور.
وأيضا هناك اللاعب الآخر اللي اشترك اللي هو اللاعب بينكس، لا بينكس حكينا اللي هو دايكس. ترتد الكرة تعود من جديد، وفاول على اللاعب البلجيكي سالماكرز. سالماكرز والبطاقات بدأت تزداد هذه المرة، توقعت بعد ساعة يغادر. هذه كرة عالية تمر دالة كاملا، هذا رافائيل لياو. لياو يلعب كرة بينية، ولكن هذا الشيء لم يحصل بعد. هذه كرة عرضية يلتقطها 30 لاعب شاوتن أو خاوتن لاعب الهولندي البدرية إلى زلاتان. زلاتان حلوة كفكرة، حلوة كفكرة حلوة، لأنه كالابريا يعرف تسديدات زلاتان وقوتها، ولكن التسديدة اصطدمت باللاعب رقم في دقيقة 58. والرأسية، كراتك يا جيرو، كراتك يا جيرو. نعم جيرو يستطيع أن يحسمها بهذه الطاقة. هذا بوزكوروبسكي، تعود بالناصر يلعبها، هل يفعلها بولونيا؟ هل يفعلها بولونيا؟ هل يفعلها بولونيا؟ بولونيا يا الله على أرناوتوفيتش، وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس. وانتو رائعة، وانتو رائعة بينه وبين بولونيا. الركنية عالية على الزاوية البعيدة، جزاء وترتد الكرة، والعرضية والعرضية والعرضية، لكن الدفاع مستميت. ترتد وتسديد، الله حلها جزائري، حلها جزائري عربي، حلها من الفتى الجزائري الرائع إسماعيل. وما أدراك ما إسماعيل، وفعل إسماعيل الرائع الرائع الرائع. ها هو الهدف الثالث للميلان بإمضاء إسماعيل بن ناصر. أرضية قوية في تأهل إلى دور الأبطال. هذه كرة عالية رأسية، خطواته سريعة، لعبها إلى زلاتان. زلاتان يا سلام يا سلام على السلطان، يا سلام يا سلام على السلطان، سلطان السلاطين زلاتان إبراهيموفيتش. يا لابد أن في الدوري هو ثالث أحسن هداف، ثالث أحسن